مقتل شاب وإصابة آخرين نتيجة غارات جوية لنظام استهدفت محيط قرية البوابية بريف حلب الجنوبي. مقتل الطفل عبد الرحمن زكريا الجدع جراء انفجار سيارة خاصة في بلدة كفر ناصح غرب حلب دون معرفة الأسباب. مقتل شاب وإصابة 6 آخرين جراء تفجير قنبلة من قبل أحد الشبان بالقرب من حديقة محمد المغوط في مدينة السلامية شرق حما. موقع باس نيوز يقول إن 5 أشخاص قضوا وأصيب آخرون بحروق أثناء محاولتهم إخماد الحرائق التي اندلعت في محاصيل قريتي تل علو وكريفاتي في ناحية تالي عربية بريف القامشلي. وزارة الدفاع التركية تعلن تعرض نقطة المراقبة التركية 9 في إدلب للاستهداف بقذائف الهاون في مواقع النظام في تل بزامبري في حماة، وتقول إنها ردت فورا بالسلاح الثقيل على مصادر الهجوم. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن مقتل 7 عناصر من قوات النظام على جبهة القصابية شمال حماة نتيجة تدمير دشمة رشاش بصاروخ مضاد للدروع. مجهولون يقتلون مبنى للنظام في مدينة الحراق شرق درعا ويقومون بتفجيره، ونظام يستخدم تعزيزات ويحاصر المدينة.